شو يا بي؟ شايف واحد اجا؟ سيد راسي ان شاء الله 60 عمره بعد يجي بالناقص، اللي بيجي اهلا وسهلا واللي ما بيجي حتى 60 سلامة. والله ما بعرف يا بي شو قوموا شوف مين قوم. لو عرفاني ما حدا رح يجي ما كنا كترنا كل الاكل حرام هذا كله بينكب. شو هاد؟ ينكب؟ ليش ينكب سيد راسي؟ ليش ينكب؟ الله وكيلك الله وكيلك تكلي ياهم لا اجي لك ياهم جني الله وكيلك. تفضل شيخي. أهلا. السلام عليكم. أهلا 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 زكاتك بدي تسقيني دمعة مي. تكرم عينك بس ديري بالك ها بعد العشاء ما في تشربي مي وانا الصبح لما بيجي بطالعك مثل ما بدك والله يكون بعونك اجي ولاقيكي عاملتيها غير كوي ما بكويكي. خلص دخيلك والله لا خلص مثل ما بدك. وهي شفنا له محل بسوق الصوف واستكرينا له اياه وراح اعطيه دفعه لحتى يشتري له شويه صوف وقطن ويبدا لحاله. بس بقى بدي هو يفتح عيونه مو مقضي لي اياها نوم وسهر وميدان خيل. لك الله يخلينا اياك ويديمك فوق راسنا يا حق. والله يا ابن الحلال خير وما في منه بس ما بعرف ليش انت بتضل ظالمه. ان شاء الله اكون انا غلطان. ايش بزعق؟ ايه لا قوم شوف مين. مشاهر افتحي ام خيره. ابو خيره فوت على الاوضه جاي لعنا حريم. ام شاهر العياش وشو بدها ومن ايمتى في زيارات بينه وبين بيت العياش؟ لك هلا من وقتها فوت على الاوضه مو حلوه الحرمه واقفه على الباب. يا ميت اهلا وسهلا تفضلوا تفضلوا. الله يسلمك بأمرك. الله يسلمك. أهلين فهمية. الله يحميكي ويحرسك. كيفك فهمية؟ يا تفضلوا تفضلوا. طبور قلبي هتطلي ما أحلى. أهلا وسهلا تفضلوا على المضافة. يلا نور البيت والله بأهله. يا ميد أهلين وسهلين تفضلوا على السطر صدورة للبدورة. يخلي لي إياكي تقبري قلبي. تسلمي. والله انت صاحبة ملأ واجب يا ام خير. الله يخليكي. هيك ها خلينا نشوفكم. والله انتو بالقلب يا ام خيره بس الله يلعن الشيطان. ايه والله الله يلعن الشيطان. شو وينها سعاد وين راحت؟ راحت تغلي لكم قهوة. سميحة يا سميحة يلا خلصيني. ليبني هاي يا اجيت شو وين وضع؟ قال ما بده يروح. شلون ما بده يروح يعني؟ ما انا المشوار كله عامله مشان يفرفح عن قلبه. وضح؟ ايه يا بي؟ يلا يا بي مشان تروح معنا يلا. لا يا بي روحوا انتوا، انا بضل هون بدير بالي على البيت والحاصل. لا يا بي ما تكلم، ديبو رح ينام بالمضافة. وبالنسبة للحاصل أنا وصيت دعاس والشباب يديروا بالهم عليه. بقى يلا البيس وتع معنا الله يرضى عليك. طيب يا بي، روحوا انتوا وأنا بلحقكم على الفرس. لا تعوق أمري ضايع عليك ها. خلاص يا ابي ما بتاخر. سميحة ملي السك يا ابي. حاضر يا ابي. مخيرو يا مخيرو. ايه ابن عمي بدك شي من السوق انا رايح. جيب لنا معك شوية لحمة خرش الكبة الله يخليك. ماشي شو بدها مشاهير؟ مشاهير شاهد تخطب سعاد لشاهد. شو؟ مين قال لها انه عندنا بنات لجواز؟ طول بالك
بدي وطي صوتي. قولتي لي لك كلمتين ورطرتها هون، ما عنا بنات نشواز. والله يا باب روحوا الله معك. مين؟ أنا. وشو بدنا الأخرى؟ شو بعرف؟ روح قلعها هيك. أنا فايت على غرفتي لبين ما افتحي للباب. مرحبا. أهلين أهلين وسهلين صفوان. أهلين بخير. كيفك؟ شلونك؟ أهلين الحمد لله. تفضلوا. أهلين أهلين. شلونك حالي؟ منيحة. شلونك وشلون خيرو؟ الحمد لله هو بخير وانا بخير. يبعت لي حمى، ما لقصة غيركم، بتموت على سيرتكم. مالك علي يمين، مالك علي يمين، صار لي يومين عم تنق علي. بدها تجي لعمكم؟ يا ميت اهلا وسهلا، تفضلوا على المضافة. مشاهر عنا هي وبنتها. هي كمان مشاهر هون. ايه الحمد لله، يلا بنكسب شوفتها. اشتقنا لها، صرنا زمان ما شفناها. تفضلوا تفضلوا. اهلين مشاهر. أهلين أم صفوان. والله اشتقت لي. اشتقت لك العافية. وأنا أهلين خالي. أهلين فهمية. تفضل. الله يزيد فضلك. كيفك سعاد؟ منيحة خالي. يو ايه زعلانة؟ لا مالي زعلانة. عيونك مغرغرة. ما فيها شيء، كانت عم تقشر بصل مشان هيك عيونها مدمعة. يلا بالإذن. قاعدين مشاهر لسه ما شربنا الشاي. تقعد عندك العافية، شايتكم مشروبة. لفيتوا ووفيتوا يكثر خيركم. تعي لعنا مشاهر. إن شاء الله إن شاء الله. مشاهر والله ما شبعنا منكم. حبيبتي تسلمي. تسلمي خالي. شو القصة يا ترى؟ هي أكيد جايبة بنتها تتحشب مناخير مخيره. شو بكي يا مطاح؟ ما في شي تقبر، بس كنت متمنية تكون رويدة معنا بهالمشوار. يلا بسيطة، كله اسمه نصيب. بكرة إن شاء الله بس نرجع بتشوفي له شي بنت حلال وبتطلبي له إياها، ونشي كلنا سوا ونقضي لنا كم يوم. هاي يا أبي أهلين. هاي إجا وضاح. أهلين يا أبي أهلين. وينك أبوك؟ وقديش معه ذهب هذا أبو نجي؟ كثير. بقولوا بالحارة إنه معه أكثر من 100 ذهب. اوف، ومنن له كل المصاري؟ منن له كل المصاري؟ لك هذا ابو نجيب اضعف ذهب. عنده دكاكين بسوق الحمدي ودكانتين بالحاره، وطالع كل شهر وبياخذ كراهم، ولكن ما بيصرف منهم برغوت، كحتوا على باب الله. معناتها نحن احق منه بهالمصاري. اي والله. اذا كان هيك، لازم نعمل له خطه مرتبه، ونجيب منه كل الذهبات وما نخلي له ولا ذهبي. شو عليه؟ انت فصل ونحن من البيت. حضروا حالكم. أنا رايح حط علف للبقرات وراجع. رو ساعده؟ لك شو تساعدني؟ بجوز الحج يكون هنيك من غير شي، هو كرهانك وماله طايقك ومفكر إنك ما عم تجي لهون بنوم، فخليك مقبور هون على قامتك أحسن لك لبين ما أروح وارجع. تمر عقيد. السلام عليكم. عليكم السلام. شو لساك بارك عم جعان؟ باري ما عم جعاني كثير، بس اللي عم جعاني ومقلمني إنه مالي ظهر. شو قصدك؟ شلون يعني مالك ظهر؟ البني آدم يا أبو حجر بشد ظهره بأهليته، بس اللي مثل حكايتي ماله لا عزوة ولا ظهر يحمي. لك شو هالحكي يا بشرى؟ نحن وين رحنا؟ انتو على العين والرأس. عم على العين والرأس. منو هاد جاي نحنا؟ لك هذا شهر ابن عمي. يعني خوش بوش؟ لك شو خوش بوش؟ هذا ناويلي على الشر. لك شو هالحكي؟ لا تحسين يا واطي. ليك ابن عمي ابن عمك تعوز لي مراتك. لا طول بالك يا مضاي. انت ما دخلك اخر هيك، في حساب تصفي بيني وبينه. بس كم اخرت؟ بتكون جريت على حالك. لك انا بحجر ولك اشي بيهوي. اشي بيهوي بشواربك. هلا بني فاضي لك حسابك بعدين. واقف لك فاضل. داخل على الله عليكم. تحسين يا
مين؟ عمي وضاح شهر بن عمي لحين بده يذبحني. انت وطي وضاح العمر يا عمي وضاح. هذا انتو؟ ايه هذا نحن تحسين بحمايتي شاهير. امرك مختار. تحسين؟ شو في بينك وبين شاهير؟ الله وكيلك يا مختار ما في شيء، نفس القصه القديمه. يلا روح حال سبيله. اوعك عيني تلمحك بالحاره. امرك مختار امرك. خلص خالي، الزلمه كفانا خير وشر. اي مختار، بس هذا وسخ سمعت العيله. سمعت عيلتكم ما حدا بيطلع له يوسخها شاهير. شو جاي مشي؟ لا تارك فرسي بين الشجرات. يا بي رضاي عليك، خد الفرس وجيب له خيله لشاهير. تؤمر يا بي. تفضل زكي يا خانم. سعادة هلا مشاهد جاي بفهمية عندكم مشان تشوفوها وتخطبوها لخير وما؟ ايه العمى. ايه والله عيب. مو عيب سعادة؟ ايه بلا عيب. سعادة بدي اسألك سؤال، مين أحلى أنا ولا فهمية؟ شبكي ليش ما عم بتردي؟ مين أحلى؟ لك شو؟ شو في؟ عم قلك مين أحلى أنا ولا فهمية؟ لا أنت أحلى، شو جاب لجاب؟ تسلمي حبيبتي. يعني انتو بتكون تخطبوا له اياها؟ لمين؟ لك لخيره. لك ومين جاب سيرة خيره؟ يسلم عدياتي يا ديبة. عدياتك بمصري. دخلك؟ شلون لقيتي لي ام تحسين؟ ما في احلى من هيك. يو هي اول مرة بسمع حدا بيقول على ام تحسين ما في احلى من هيك، مع انه مرة قارحة وسفيهة. ايه معك حق، بس لا تنسي انا ديبة كمان. بدي اسألك، ما بتسبك؟ ما بتتنكت بوشك؟ لا ايو شو تسبني؟ بشل عيونها. يا لطيف غريبة. لا مو غريبة، لاني شلت لها لسانها وركبت لها غيره. يو تقبريني هي ما فهمتها. ركبت لها لسان نص نعل وما بتقلي غير ديبة خانو. لا لا هي ما بصدق ابنه ببنوب. إذا مالك مصدقة امشي روح أنا وياكي زيارة لعندها وشوفيها قديش مؤدبة وهنية. والله بدي روح وشوفه بعيني. بس دخلك بدي أسألك لساتها؟ اي والله هالشغلة بس ما قدرت بطلها ياها، كل يوم بيجي بلاقيها غرقانة. بقوم بغسل لها الشراشف وأواعية وبطلع لها الطراحة بشمس لها ياها. والله ماني عرفاني شو بدي أعمل، بس إلا بطلها ياها.